أكيد سلمى، كنا عم نحكي عن الدور الإعلامي الكبير بخلينا نقول توثيق الانتصارات. الأدب أيضا هو سلاح ذو حدين كما يقال، وسجلت حرب تشرين التحريرية اللي خاض الجيش العربي السوري أروع صور ومعاني البطولات في تاريخ الحروب، وتركت آثار وذاكرة جميلة جدا عند السوريين، كثير من الأدباء قدروا يوثقوها. صحيح يا رشا، ولأنه الأدب هي مرآة للحياة والأوطان والشعوب، كما أنه توثيق لما جرى من أحداث ووقائع، فإن حرب تشرين تجلت على صور قصائد وقصص وروايات تحيي ذكرى من ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الوطن وعزته، وتتغنى بروح تشرين وتستنهض الأجيال للسير على نهجها. الكاتب والشاعر حسين عبد الكريم، وهو من اتحاد الكتاب العرب، رح طبعا يشاركنا هي المساحة الصباحية لنحكي فيها أكثر عن الأدب، أدب المقاومة، وأيضا الأدب الذي استذكر الحرب وحرب تشرين التحريرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، صباح الزمن الكبير اللي هو زمن المقاومة وتشرين، أحد آباء هذه الأزمنة العظيمة. صباح الخيرات. صباحك أهلا وسهلا بحضرتك، ومن ذاكرتك نرجع لقلمك ولتشرين التحرير. بالضرورة بالضرورة، أنا عشت هذه الذاكرة. كنا أنا ذاك في الابتدائي، وكان طيران المقاتلين السوريين العظماء كان يلخص لنا الكثير من القصص، وأنا ذاك أنا كتبت فيما بعد روايتي التي نالت ذهبية مهرجان القاهرة لاحقا، الطاحوني فلسفة الغبار، وفيها فصل طويل حرب الواحات وحرب تشرين طبعا. والطاحوني حملت أنا ذاك لغزا عظيما، هو كيف يشتغل الزمن السيء، زمن المستعمر، زمن الغادر، هذه العولمة القاتلة، كيف تفعل فعلها الطائفي السيء، يعني كيف تخلق خصومات سيئة بين زمن إنساني وزمن لا إنساني، أو زمن إنساني وزمن آخر إنساني كي تنتصر. من طبعا نتكلم عنها ونتكلم عن الكثير، لكن أود مفتتحا، لأن الزمن المقاوم أكبر من اللغة، أكبر من القصيدة، وأكبر من النثر أيضا. وهناك أنتم ذكرتوا هناك تجاور جميل جدا ولابد منه بين الإعلام والأدب. الأدب حالة إعلام والإعلام حالة أدب. نعم. خاصة في الزمن المقاوم، زمن المقاوم يمزج بين هذه الوجدانات الراقية، بين الأزمنة، يصبح كل زمن مقاوم زمنا كونيا، يعني لا ينبغي أن يكون الزمن أقل، بل هو أكبر من اللغة وأهم، هو يشد أوتار اللغة لتكون أجمل مما ينبغي. زيتونة في الحب أغنية، دمشق عصير كرومها التاريخ، والأبد المعتق والنساء الكائنات يخطن ثوبا للبقاء فلا يشق، قبالة كحلها عين العواصف والفلسطين النبية، كل جرح في دنان نزيفها تعتيقه غرب وشرق. ليس من حقنا اليأس، ليس من حقنا اليأس ما دام في العيون نداء، وأنت أم الجميلات والنظرة العصماء، ربيت كحلا فارسا كي يعشق النبلاء. سألتني امرأة من هم الشعراء، قلت لها كحلك المستطاب والدم المعطاء والبطولة الفقراء، منهم نتعلم أننا الكتاب والشعراء. ليس من حقنا اليأس ما دام في العيون نداء. وهذا نتعلمه أيضا من أبوة تشرين، تشرين الذي خلق هذا الزمن الاستثنائي. أيضا هذا الزمن المقاوم الآن هو حفيد عظيم من أحفاد تشرين، وهو شقيق لروح الزمن المقاوم، روح الاستثنائي. ولا قيمة بظني لأي زمن لا يكون استثنائيا. وهذا الزمن الذي رغم كل الجرح الكبير والإبادة والتوحش الكوني الذي تقوده حضارة متوحشة غربية طبعا، وحتى الحضارات القديمة ترينها ملحقة الآن بهذه الحضارة القاسية القاتلة التي تبيد لا تحيي. هذا الزمن المقاوم هو زمن يحيي، يبحث عن النهوض، وهذه قيمة الزمن. حتى الزمن الوجداني إذا لا يكون زمن نهوض يموت، فما بالك هذا الزمن الكوني الوطني، فهو زمن نهوض، وتشرين كان هذا الزمن. طبعا لو أردنا أن نتوقف عند الذين ألقوا القبض على هذا الزمن العظيم، الزمن الاستثنائي في تشرين،
لابد يعني كونك توقفنا عند الشعر. قبل أن أتوقف عند ضيع التشرين لمحمد الماغوط، هذا الذي كان يجاور هذه الأحلام العظيمة، أحلام تشرين والمقاتلين وأحلام قائد تشرين أيضا، كانت تجمعهم علاقة حضارية مع الزمن المقاوم، الزمن الإنساني الوطني الراقي. طبعا جوزيف حرب يوم كتب عن تشرين وقد حضر وربطتني به علاقة حميمة وعميقة، وكتبت منذ أقل من شهر أخذتها الموقف الأدبي، اخترنا له كتابا رائعا يعني الخصر والمزمار، فيه وطن وحب ووجدان، وفيه أيضا شيء عن تشرين وفيروز. واخترت مجاورة أنانيات عظيمة وطنية بينه وبين محمد المغوط وجوزيف حرب، الأنانيات المتجاورة الصديقة. دمشق على غار وسيفين دورها، أزور رجال الشمس لما أزورها، أمير لها تشرين كل غمامة تلون قوسا كي يمر أميرها. وبظني أن تشرين يقود هذه الاحتفالية الرائعة رغم كل الوجع والجرح الذي نراه. طبعا والشيء الذي لا يمكن نسيانه في عالم الكتاب والأدب، الذين لخصوا روح المقاومة بالبطولة بلغة إبداعية حميمة وعالي، يعني يليق لها زمن المقاومة ويليق بها أن تكتب وتدون عن هذا الجرح الكبير والأحلام الكبيرة، حنا مينا وواحد من رواياته العملاقة مثلا الجميلة، وهو صاحب الأحلام الكثيرة، وربطتنا به رحلة أحلام وحب وأنانيات متجاورة وصديقة، رواية المرصد أو المرصد، وهي رواية تلخص وجع هؤلاء المقاومين الكبار وكيف ضحوا وانتصروا وبنوا أحلاما وطنية راقية وانتصارا رغم كل الجراح. وغير أيضا غير روايته المرصد حنمينة، كل تشرين ترينه يمر في حبر حنمينة وتجربته الرواية، حتى من حالة لواء اسكندرون، هذه الحالة الوطنية الأخرى أيضا هو حملها في جرحه، إلى حيث تشرين حملها في رواياته العديد، القطاف وبقايا صور، كل هذا الجمر الهائل الحميم حمله في روحه وجرحه أيضا. ولا ننسى أيضا الشاعر الكبير الجواهر يوم كتب لتشرين، يعني وقد لخص هذه العلاقة الحميمة بين أزمنة الأوطان النبيلة، يعني بين العراق وسوريا، قالوا دمشق وبغداد فقلتهما فجر على الغد من أمسيهما انبثقا، يا حاضن الفكر خلاقا كأن به من نسج زهر الربا موشية أنقى. بالضرورة الزمن المقاوم هو زمن يخترع أفئدة عظيمة، لابد للزمن المقاوم النبيل أن يخترع هذه الأفئدة، وهذا الذي نراه. والسؤال الكبير الآن مثلا كقائد عظيم مثلا مثل السيد الرئيس حافظ الأسد، هو ترك زمنا عظيما، يبقى هذا الزمن العظيم في دوي وحياة المناضلين المقاومين، وأيضا السيد حسن نصر الله، هذه الحالة المقاومة التي هي استمرار لتلك الحالة العظيمة أيضا، هو ترك زمنا أكبر من الشخص، أكبر من الكيان، هو ترك أبدا لا يموت لا يفنى، كالمقاومين العظماء الذين وجدوا سبيلا إلى الأزمنة العظيمة الراقية، فوجدوا معابر ليست عند اللغة الاعتيادية بل هي عند اللغة المبدعة الكبيرة، لأنهم هم يخلقون زمنا مقاوما مبدعا. لا توجد أزمنة مبدعة إلا أنها مقاومة، ولا يوجد مقاومة إلا أنها مبدعة بظني. وهذه العلاقة الجدلية الصعبة بين الكتابة وجمر الحبر وجمر المقاومين وجمر التضحيات الكبيرة. ومنذ فترة أود أن أتوقف هنا عند حالة كتبت عن المقاومة، هي الكاتب السوري أيضا غادة السمان، طبع لها اتحاد الكتاب مشكورا كوابيس بيروت في 76 لعلها كتبت، فهي لعلها وجدت السبيل سريعا إلى المباشرة، كأنها تكتب أخبار عاجلة في عالم هذا الزمن الكبير الذي يؤديه ويدونه المقاومون العباقرة العظماء. هذا له تاريخه لا يمكن للغة الاعتيادية أن تجد سبيلا إليه، ولهذا أنا تمنيت لو أنهم لها رواية أخرى مثلا، وداعا أو تحية لدمشق، وهي ابنة دمشق وروحها متبقية وظلال هذه الروح في دمشق، تمنيت لو أنهم أخذوا هذه الروح ولم يأخذوا، لأن اللغة إذا لا تكون كبيرة لا يمكن أن لا تتسع
عوالم حبرها لتقدم زمنا كبيرا كالمقاومة أو كتشرين لا يتسع الزمن البسيط لهذه اللغة العظيمة. نعم. يحتاج إلى لغة عظيمة، لغة شعرية، لغة مليئة بالقصص ومليئة بالأفئدة. كم نحتاج من الأفئدة لنستطيع أن نلخص زمن مقاوم الآن؟ يعني من الآن لا يمكن أن نجد لغة تكافئ هذا الزمن العظيم والزمن الكبير. وهذا ما فعله. أنا أشكر صديقنا الكاتب الكبير المبدع الكبير محمد الماغوط في ضيعة التشرين، كيف اشتغل على هذا الحلم، هذا الحلم الرائع، أنه كيف لخص هذا الحلم الرائع من بداية المعارك، ولخصها حرب الكروم كما رأينا. وأيضا هو استفاد كثيرا، أو لعله تجاورت تجربته وتجربة الرحابني بهذا الفعل الوطني والكتاب عن الفعل الوطني. فعلوها الرحابني كثيرا في أعمالهم الوطني، ولعلهم تجاوروا مع روح تشرين أيضا، ويتجاورون مع روح المقاومة وأحلامها في كل إبداعاتهم الوطنية. فبظني هاي. نعم أستاذ حسين، اليوم حضرتك عم تحكي عن خلينا نقول توأمة لا تنفصل، وخصوصا عند الشعوب العربية. نحن شعب وجداني نعيش على ذكريات. اليوم نحن عم نسمع كنا بعض الأغاني اللي ارتبطت أيضا بذاكرتنا مع حرب تشرين التحريرية، يمكن تستيقظ فينا كلياتنا هاي الروح. ما في أي إنسان مهما كان متضايق لما بيسمع الأدب، لما بيسمع الموسيقى، لما بيسمع الشعر اللي ارتبط بحرب تشرين التحريرية، تشحذ الهمم مثل ما بيقولوا. أهمية ودور الأدب بالحرب، وخصوصا إذا تحدثنا عن تجربتنا الخاصة ليس فقط في حرب تشرين، خلال هال 13 سنة أدبائنا استطاعوا أيضا أن يوثقوا الملاحم البطولة اللي كانت موجودة في المحافظات السورية. بالضرورة، ليس يعني حتى الكتاب النثري إذا كانت كتابة إبداعية تتحول إلى حالة غنائية مع الوطن. وأنا أشكرك على هذا السؤال. حتى وزارة الثقافة الهيئة السورية للكتاب لعبت دورا بهذا الاتجاه، قدمت الكثير من الكتب التي تلخص حالة، طبعا تلخص حالة الجمر الوطني الكبير. بعضها توفق وبعضها وقع في المباشرة. الزمن الوطني هذا يحتاج حتى إلى الأغنية العظيمة. نعم. الأغنية يعني العاجلة لا يمكنها أن تثبت طويلا، ولهذا حتى كما ذكرنا بضيعة التشرين، الأغاني التي اختاروها بضيعة التشرين هي أغاني وطنية إلى الآن. صحيح. تغنى ونسمعها ونصغي لها. حتى أغاني التي قدمها الرحبانيون أيضا إلى الآن نسمعها ونصغي لها. عن الحروب، يعني الحروب إذا أردناها فقط للحروب هي أصغر من اللغة، أما الحروب بمعناها هي معنى مقاوم، زمن استثنائي، زمن عظيم أكبر من هو يخدم اللغة، يخدم الأغنية أيضا، يخدم القصائد، يخدم الموسيقى أيضا. أهم الموسيقيين استوحوا من روح المقاومة لحنا عظيما. حتى في ميدان التفعيلي، هذه التفاعيل التي هي من فعول أو فعيلات، هي حالة موسيقية ليست رحيبة. حين يأتي زمن المقاومة، زمن الانتصارات، زمن الذي فيه الإنسان هو القضية، لأنه لا توجد مقاومة ليست معنية بالإنسان أولا وأخيرا، هذه المقاومة هي تشحذ أن يكون هناك لغة جديدة في التفاعيل، في غنائية الموسيقى. وهذا ما نحتاجه، وهذا ما نراه. طبعا هناك الكثير يعني من الأغاني والقصائد التي إلى الآن نحملها في وجداننا وجراحنا، في من أيام مواجهة الاستعمار الفرنسي. كل القصائد التي قيلت في ذاك الزمان حملت هذه الروح إلى الآن تذكرنا. أنا مثلا بروايتي الطاحوني فلسفة الغبار، كثير من هذه المشاهد الغنائية كتبت بها 30 موالا، 30 أغنية، كل أغنية تحمل جرحا لغويا وإنسانيا ووطنيا وكونيا. والآن حين أفكر مثلا أجد أن الزمن العظيم هذا يشد من أوتار اللغة لنؤلف كلاما راقيا عميقا عاليا يشدنا إلى الأعلى. لا يوجد زمن عظيم يشدنا إلى الأسفل، يشدنا إلى الأعلى. ولهذا بظني أن هذا الزمن المقاوم رغم كل هذا الخراب الكبير سيترك فرصة كبيرة لولادة فن كبير وأغنيات كبيرة وموسيقى كبيرة. يعني ولهذا كما قال لي ذات يوم جوزيف حرب، أن في صوت سوريا ومقاومة سوريا وصوت فيروز ما يعني الأبد،
وأنا بظني تشرين حمل شيئا من الأبد وروحا من الأبد، وسيزرع هذا الأبد في الغناء والفن والموسيقى، ولعلها أيضا الرواية. الكثير من الروايات في السنوات الأخيرة أرادوها في الوزارة الثقافية وفي اتحاد الكتاب أرادوها أن تعبر عن ملحمة الحرب والمقاومة. بعضها كان في غاية الرونق والروعة، وبعضها استعجل، فكان الزمن أهم من اللغة التي كتب بها. وهذه لا نستسهل حضور الزمن المقاوم، زمن تشرين، وعظمة المقاومة الآن التي نراها ليس بوسع اللغة أن تصل إليها بسهولة. كم نحتاج من الحب لنصل إلى هذا الحب الكبير، لا يوجد حب. ولهذا أنا أستعير بيتي شعر في الشهيد الكبير نديم محمد، وهذا الشاعر العملاق أيضا: كوب الشهيد من اللظى المشبوب، فاشرب ودع لسواك فضل الكوب. يسع الحياء الناس إلا قابعا في الوحل يمسح خده بالطيب. المقاوم كم هو يشبه الأرض، وهو ابنها للأرض وسيدها أيضا، ونحن يجب أن نجد طريقا طويلة أو ممرات صعبة إلى لغة تشبه هذا العظيم. يعني اللغة العادية لا ترقى إلى هذا الزمن العظيم، يحتاج إلى لغة عظيمة مثله. فكم هي عظيمة أزمنة المقاومة، وكم هو عظيم أيضا تشرين الذي دون لنا حلوا في ذاكرتنا وفي الحاضر أيضا. وها أنا نحن الآن نرى هذا الزمن المقاوم الذي يفترع أزمنة أخرى، ولولا هذا الزمن كانت الأزمنة تموت. الأزمنة الركام لا معنى لها، القيمة لهذه الأزمنة الناهضة. لولا هذه الأزمنة التي تنهض كانت حتى الواحات، وأنا ما هذا ما أردته في رواية حرب الواحات في الطاحوني، وقد طبعت عدة طبعات. يعني هذه الحرب المجنونة إذا الزمن لا يكون مقاوما وقويا تقتلنا الحرب. نعم، كونك ذكرت أنه هذا الانتصار تم توثيقه بالأدب، لابد من أيضا شوية هيك لابد شعار. أنا معك، سنختار شيئا عظيما من هذا أيتها العزيزة. تفضل. أود يعني أنا طبعا، وهي واحدة من أعمالي الروائية والشعرية، شريسون، هي هناك مقاطع منها كتبت وأنا كنا في الابتدائية آنذاك. طبعا بعد أن يعني في مرحلة الابتدائية زرعت فينا حلما، استثمرنا هذا الحلم في اللغة في أين شجرة الوطن يا أبي. كتبت كثيرا عن هذا. طبعا أنا أود، ليس الوقت يتسع لأن نقرأ، ولهذا سأقرأ عن هذا الوطن الذي حملته في اللغة أيضا من نفسه. شريف هذا الشتاء يا حبيبتي، الشتاء فارس الفصول، لكنه حين يباغته الغدر وزمان النكران والتفاهات الفكرية قد يتغير طبعه وحبه، ووقته ومطر حنينه ورعد تحياته وبرق أمانيه الخضراء. لكن سأحبك رغم الإيمان الضعيف بالأشواق والثقة المهتزة بالمشتاقين والمشتاقات ودفاتر اسم المحبين وأقلام عشقهم. فأنت الوطن وتشرين سيد حلم المحبين. سنختم بمقطع أخير طبعا لأن الوقت لا يتسع لنا. عم نحاول شتاء النساء العظيمات وهن الأمهات. نعم. شتاء النساء العظيمات وهن الأمهات، شتاء القصائد، وشتاء كحل لا يمر عليه زمان الهلاك، والغيمات والبروق نواطير حمرة الشفاه، والهطل كلام ورسائل عشق ممشوق القامة، والمطر على كتفي الموجة كما يكون النمش على كتفي عاشقة أم، رسالة ألفة وأناشيد حبق كونها الزمن المقاوم والألق يا عظيمة العبق. ليت عندي كحلا يكافئ حكي كحلك أيتها العظيمة كي أقول الكثير من الحياة. لست ولست ولسنا إلا دواوين الحب تنشدها الحياة الآتية وآباد المحبين. أنت شاعرة الأكوان أيتها المقاومة الآتية، تدونين أو تصمتين، جميل سرد كحلك أيها التشرين. كيف يكون الكحل وكيف تكون النساء العظيمات وأنت الجميلة كيف تكونين؟ لا نقيم أعراسا كما يشاء الهلاك،
رغم جراحي الدمار البغيضة ورغم تشاء العولمة المريضة، نحن نشاء الحياة، أنك الحب الكبير وأنك تشائين. وما أجمل هذا الحب. صحيح، ومع هاي الرسائل يعني المهمة جدا والجميلة بدنا نختم صباحنا لليوم مع حضرتك. شكرا لك، نورت صباحنا وكنت هيك مثل ما بيقولوا من الذاكرة الجميلة يلي استذكرنا فيها أيضا دور الأدب المقاوم في ذكرى حرب تشرين. شكرا لك. صباح الخيرات، أسعد الله وصباحكم وصباح الدم العظيم الذي يكتب زمنا قادما منتصرا عظيما كما كتبته الذاكرة العظيمة إن شاء الله. شكرا لك الكاتب والشاعر حسين عبد الكريم، إن شاء الله لقاءات أخرى بنصر للمقاومة. أسعد الله الزمن المقاوم أين يكون فليزرع أحلاما كما علمتنا الذاكرة العظيمة. آمين يا رب.